أما هلأ رح ننتقل للساحة السورية اليوم يلي كان فيها بروز لعشرات القضايا النسوية يلي عم تشكل مواضيع نقاش للرأي العام، كما يزداد عدد السوريات الرائدات والقياديات واللواتي يساهمن بالبناء المجتمعي وتحقيق التغيير المنشود فيما يخص قضايا المرأة. أكيد أريج يتطلب ذلك العمل على بناء قدرات المرأة السورية ومنها فن المناظرة ليعتبر شكل من أشكال الخطاب العام وأدوات للتغيير عبر استخدام الحجج والبراهين وطرق الإقناع المنطقية. وأكيد من هالهدف أنهت 30 امرأة قيادية بمنظمات مجتمع مدني ودوائر حكومية متنوعة بمثل مختلف المدن السورية بدمشق فعاليات مشروع السوريات يتناظرنا، واليوم رح نحكي أكثر عن هالتجربة مع يارا توما من المشاركات بالمناظرات. أهلا وسهلا فيكي يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يا أهلا هلا وسهلا فيكي. فيكي ويسعد صباحك على الشاشة يسعد الإخبارية. خلينا صباحكم. نحكي أول شيء بالبداية عن هي الفكرة، كيف سمعتي فيها وكيف شاركتي؟ يعني هي نوعا ما فينا نقول الأولى من نوعها. بالبداية أنا كنت نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية نور للإغاثة والتنمية، وكنت من المؤسسين بالجمعية. فنحن بجمعية نور عنا كتير نشاطات مع المرأة، عنا مشروع مع المرأة، بنشارك دائما بحملة 16 يوم، بالإضافة أنه عنا مراكز للمرأة بعدة مناطق بدمشق وريف دمشق، وحتى صار من جديد بمحافظة السويدة. فالدعوة وصلت للجمعية لترشيح يعني إحدى يعني مشاركة من الجمعية، فالجمعية نور هي اللي رشحتني لشارك بالمسابقة. يعني خلال هالمسابقة يعني تم التعرف على مهارات جديدة وهي المناظرة. اليوم شو أهم المحاور من النقاط اللي تناولتوها؟ بخلال التدريب، هي المناظرة كانت يعني الحصيلة النهائية لأربع أيام من التدريب. هلأ بالتدريب كان في عدة مواضيع، مثلا كان في محاضرة عن الرأي العام وقضايا المرأة، كيف نخلي الرأي العام يضغط لحتى يناصر ويغير أشياء بتتعلق بالمرأة وحقوق المرأة. كان في محاضرة كمان عن موضوع قانون الإدارة المحلية وحضور المرأة أو تمثيل المرأة بقانون الإدارة المحلية، كمان المرأة بالدستور السوري. بالتوازي مع هاي المحاضرات كان في المهارات الأساسية للمناظرة والخطابة. الموضوع بيبدأ بالخطابة، يعني التحدث أمام الجمهور بشكل عام اللي هو كتير بيرتبط بالمناظرة. الفرق بيناتهم أنه بالمناظرة بيكون في فريقين عم يتنافسوا لحتى واحد من بيناتهم يحصل على تأييد الجمهور وعلى تأييد لجنة الحكام، إذا كنا عم نحكي عن مسابقة طبعاً. فكان بالتوازي مع المواضيع اللي ما فينا نقول عنها نظرية أو جدية شوي، كان في التدريبات العملية اللي هي بتتعلق بلغة الجسد ونبرة الصوت وترتيب الحجاج، التزام بالوقت. يعني مثلا التزام بالوقت شغلة كتير مهمة بخلال المناظرة. طيب خلينا نحكي عن المناظرة، يعني سوريات يتناظرن فكرة جميلة. خلينا نحكي عن المرآة السوريات المشاركين، كانوا كم سيدة كانت مشاركة؟ كيف كانت التصفيات؟ كيف كانت الجولات؟ طبعا مثل ما انا كنت مشاركه من جمعيه نور، المنظمين اللي كم هن صبيه كانوا راديو مشاركين؟ سوريات ومؤسسه بدايات وجهوا دعوه، كان في 30 امراه مشاركين من مختلف يعني من منظمات غير حكوميه ومن جهات حكوميه ومن جمعيات، وكان في سيدات بعتقد مستقلات يعني مو تابعين لاي جهه. خلال التدريب طبعا الكل تدربوا على نفس المهارات. قديش اخذ وقت التدريب؟ 4 ايام. باليوم الرابع كان في المناظرات النهائيه، كان في حكام من عده جهات طبعا وعندهم خبرات كثير كبيره. بناء على هي المناظرات النهائيه يعني تقسمنا لفرق، فريقين فريقين عم يتناظروا ورا بعض. فهون تم اختيار الست مشتركات للمشاركه بالمناظره النهائيه اللي كانت بمسرح دراما بدار الاوبرا. رح نحكي أكثر عن المناظرة الأخيرة ومين فاز، بس هلأ خلينا ننتقل معك ومع المشاهدين لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك نور، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم. حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدما بريف إدلب الجنوبي الشرقي عبر سيطرتها على 6 قرى جديدة، وهي الصالحية السكرية، طويل الحليب الذهبية، البراغيثي، جديدة، وكتيبة الدفاع الجوي المهجورة، بعد تكبيد إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته خسائر كبيرة. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 15 مواطنا، وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومدينة قلنديا وقرى نابلس ومخيم الجلزون شمال رام الله، ونفذت الاعتقالات، كما اقتحمت عشرات المنازل في بيت أمر ويطة في قضاء الخليل ودير إستيا قرب سلفيت وعاثت فيها فسادا. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لا ترى حتى الآن ما يستوجب فتح أي تحقيق بحق إيران على صعيد المنظمة الدولية، وعلق نيبينزيا على الاتهامات الأمريكية بتطوير صواريخ محظورة أمميا، وبالتحديد ما استعرضته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أن تلك الادعاءات خالية من أي شيء محدد. في خبرنا الأخير، أفادت قناة CNN نقلا عن عدة مصادر مطلعة بفشل اختبار نفذته الولايات المتحدة الأمريكية لنظام درعها الصاروخي في جزر هاواي، وأكدت المصادر أن البنتاغون يحقق في الفشل الجديد لمنظومته الأهم لمواجهة صواريخ كوريا الديمقراطية بعد فشل تجربة اعتراض هدف في ظروف محاكاة القتال باستخدام صواريخ تعد الإنجاز الأكبر في القدرات الدفاعية الأمريكية، لا سيما أنها مصممة بهدف اعتراض الصواريخ العابرة للقارات التي هددت كوريا الديمقراطية بإطلاقها على الولايات المتحدة الأمريكية. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك نور. شكرا لك علا. أما هلا مشاهدينا منتابع حديثنا معك كيارا، وكنا عم نحكي عن انتقال السيدات إلى المناظرة الأخيرة، يعني من 30 صبية أو امرأة لست صبايا تأهلوا. تمام. لأنه كان في مثل ما قلت لكم مجموعة مناظرات صارت ورا بعضها باليوم الأخير، وكان في حكام عم يحطوا علامات بناء طبعا على معايير معينة، فمن 30 سيدة أو امرأة أو صبية اللي وصلوا هنن 6 شكلوا فريقين، يعني فريق 3 ضد 3. فهون بقى نحن بناخذ الموضوع اللي رح تصير عليه المناظرة النهائية، مو بالضرورة أبدا، يعني الموضوع بيتم اختيار المع والضد بالقرعة، يعني مو بالضرورة مثلا إذا أنا كنت مع فريق عفوا المع أنه أكون عن جد أنا مقتنع بهذا الرأي، بس هي من مهارات المناظرة أنه أنا أقدر دافع عن فكرة ما شرط تكون مقتنعة فيها 100%. الفكرة اللي كنا عم نتناظر حولها هي الكوتا النسائية أو نظام الحصة بشكل عام، أنه لازم يكون في تمثيل بنسبة معينة للنساء مثلا بمجلس الشعب أو بين الوزراء أو بقانون الإدارة المحلية، يعني بشكل عام بيكون في بدول بتلاقي أنه في نسبة تمثيل للمرأة محددة، مثلا لازم تكون 50 بحسب عدد النساء بالمجتمع، يعني ما هو المجتمع عادة بيكون 50 ب50 تقريبا يعني، فلازم يكون في تمثيل للنساء بنظام الحصة أو الكوتا. كنا فريق مع وفريق ضد. هلأ أنا كنت ضمن الفريق اللي خسر، الفريق اللي كنا مع الكوتا، بس يعني الفارق كان كتير قليل، 3 نقاط بس. فدكتورة سلام وزيرة التنمية الإدارية قررت انه تاخذ الست مشتركات لحتى يكونوا مستشارات، لانه هي حست انه الفرق بيناتهم يعني بين 1300 تقريبا نقطة، يعني الفرق 3 نقط بس، فحست انه لا احنا نقطتنا ربحانين. كان تمثيل الامرأة في جميع القطاعات والمؤسسات، لكن انتم كنتوا مختلفين عن النسبة بس هي تقريبا مختلفين انه لا مو عن النسبة بحد ذاتها، مختلفين انه لازم يكون في قانون يحدد نسبة او ما في داعي انه لازم توصل المرأة بشكل تلقائي لهذا التمثيل. يعني يارا كثير مهم انه هالسيدات يلي وصلوا للمرحلة الأخيرة وبذلوا كل هالمجهود، وايضا هن مو بس يكونوا لهم تاثير ودور عبر هالمواضيع اللي انطرحت، لا عم يتم يعني استثمار هالمواهب يمكن واستثمار هالقدرات عند هالسيدات من قبل وزارات مختصه. طبعا اكيد كثير مهم. هلا بالنهايه نحن
يعني كمشاركات أنا حبيت الفكرة. وقت إجت الدعوة من المنظمين حبيت الفكرة كتير، بغض النظر إنه ما انتبهت أول شيء إنه في مسابقة وفي لقب معين وهيك، الفكرة بحد ذاتها كتير حلوة، بس أكيد لما يكون في لقب مثل لقب خبيرة أو مستشارة بقضايا المرأة رح تحصل عليه الفائزة، أكيد بيشكل كتير تشجيع وبيشكل إنه هذا النوع من التشبيك الحلو اللي بتكون نتائجه إنه خاصة إنه اللي ربحوا اللي وصلوا للمرحلة النهائية يعني الستة وهن الثلاثين الحقيقة كلياتهم كانوا بيستحقوا، كلياتهم يعني من جهات كتير مختلفة، فكتير حلو هذا التنوع هذا اللي كان. إنجاز على الصعيد طبعا أكيد يعني مثل ما قلنا العملي للمرأة السورية، يعني مجرد إنه مثل ما قلتي المشاركة بهي المسابقة والوصول لهي المرحلة وتبنيكم من قبل الوزارات الأخرى. قديش فعليا اليوم نحن عن جد بحاجة للاهتمام بالمرأة في جميع القطاعات، إن كان من خلال التمثيل، إن كان من خلال على الصعيد إذا بدنا نقول العملي والمهني، وحتى على الصعيد الاجتماعي. المرأة يعني أنا ما بحب فكرة أنه المرأة النظرة لها أنها هي ضعيفة أو لازم نهتم فيها أو لازم نساعدها. حقيقة ما في حدا بيقدر ينكر أنه بخلال الأزمة بسوريا كان المرأة لها كتير دور كبير، وكلياتنا بنطلع لأنه بعد ما تخلص الحرب رح تكون النساء السوريات هن اللي رح يقوموا بالمهمة الأصعب والمهمة الأكبر، فلذلك كتير مهم. كتير أوقات نحن منقول المرأة وحقوق المرأة وهيك، فبيقولوا إنه هلأ وقت حقوق المرأة وإنه هذا الحكي كنا نحكي فيه من قبل وهلأ، لكن المرأة هلأ بالفعل أثبتت جدارتها وحضورها الفعال على أرض الواقع. أكيد وكتير مهم إنه نحن أهم شيء نحن فينا نعمله من خلال هاي المسابقة وهذا اللقب اللي أخذناه إنه نوصل صوت النساء اللي صوتهم ما عم يوصل. يعني إذا نحن قدرنا نوصل لهون ونحكي ونوقف على مسرح، ففي كتير سيدات وفتيات هن فعلا بحاجة لأنه حدا يوصل لهم صوتهم ويعبر لهم عن حقوقهم يلي متاخدة منهم أو يلي محرومين منهم. يمكن كمان مو بس موضوع نسبة تمثيل المرأة، تناولتوا كمان المرأة الريفية كان إلى حصة ضمن مناظراتكم، تخبرينا عنها أكثر. هلأ بشكل عام المواضيع ما كانت محددة أنه لنساء يعني مثلا بالريف أو المدينة، بس هي كانت بتشمل كل شرائح. المواضيع يعني رح أذكر لكم أمثلة من المواضيع تبع المناظرات النهائية، مثال تعدد الزوجات مثلا مع أو ضد، مثال حل الاتحاد النسائي كمان مع أو ضد، تمثيل المرأة بمجلس الشعب. قديش كان في هيك روح المنافسة قوية كانت؟ بصراحة كتير، يعني إنه هلا أول شيء إنه المنافسة لأنه مو بس للوصول للنهائي، المنافسة لأنه نحن عم نعبر عن قضايا، يعني هي الفكرة إنه كلياتنا بنشتغل وناشطات بمجال حقوق المرأة وقضايا المرأة وبنشتغل بجمعيات، فكلياتنا عنا معلومات، عنا شايفين كتير قصص مؤثرة وشايفين وصاير شخصي قصص، فكلياتنا كنا حابين نوصل قصة معينة أو تجربة معينة أو فكرة معينة، فهي هون كانت المنافسة الحقيقية. صراحة كانت كتير قوية، والثلاثين سيدة وامرأة أو فتاة كانوا فعلا بيستاهلوا يوصلوا للنهائيات. هي المنافسة الحقيقية بإيصال صوت المرأة، طبعاً يعني قديش فيكي فعليا تعبري عن هاي القضايا وتوصلي صوتها بشكل صحيح، يعني طبعاً بدون هضم أي حق فينا نقول. تماما يعني هون بقى ليش كتير مهم مهارات المناظرة. هون أنا بدي أشكر GCI الغرفة الفتية الدولية لأنه هن كانوا اللي عم يدربونا على مهارات المناظرة، وهن من زمان بيشتغلوا بهذا المجال بمجال المناظرة، لأنه هي بتعطيك كتير مفاتيح بسيطة وبحاجة لكتير تدريب. يعني ما بدي أقول بسيط، بس أنه معروف شو هي الخطوات لحتى الشخص يقدر يعبر عن أفكاره بطريقة أفضل، يعني مثلا كيف انه هو يلتزم بالوقت، كيف يستخدم حركات الجسد، تغيير نبرة الصوت، يعني هو شيء بيشبه يمكن شغلكم اكيد انتم متدربين كونه بتطلعوا على التلفزيون، بس هون الفرق انه قدام الجمهور وانا بدي اتفوق على حدا تاني. يعني موضوع المنافسة كثير بيلعب دور او التحدي. شو الاشياء الجديدة يمكن اللي تعرفتوا عليها بشكل اكبر عن طريق هالمناظرة؟ هلا اكيد هي التقنيه يعني التكنيكات المستخدمه بالمناظره في كتير منها جديده بالنسبه لي. انا بجوز اكثر من مره
يعني حاكي قدام جمهور مثلا على مسرح، كونه بالجمعيه منظم حفلات طالع على التلفزيون. بس بالنسبه للمناظره كثير عن جد بتفرق بموضوع المنافسه. كمان في معلومات جديده تعلمناها، يعني مثلا المحاضره اللي كان لها علاقه بالقانون الاداره المحليه، انا شخصيا بصراحه ما كنت بعرف شيء ابدا عن هذا القانون، وحتى سالت الدكتور المحاضر دكتور بشار مبارك انه نحن بخلال الازمه مثلا انتخبنا مجلس شعب، صوتنا على الدستور، انتخبنا بالانتخابات الرئاسيه، بس ما بتذكر ابدا انه صار اعلان او ترويج مثلا لمرشحين للاداره المحليه. انا ما بعرف شيء ابدا عن هذا الموضوع، وما بالك اذا كانت عن جد نسبه تمثيل النساء بمجالس الاداره المحليه ما بتتجاوز 1.5%، مع انه الاداره المحليه هي فعليا بتعبر عن فلسفه الدوله بالاداره، هي الشيء الاقرب لنا، يعني كل واحد ببيته مثلا بمحيطه شو بيلزمه من خدمات، كيف بيعبر، يعني شيء كثير مهم بالحياه اليوميه. فكان في كثير معلومات الحقيقه جديده بالنسبه لي. هي معلومات جديده واكتساب خبرات جديده لكم كسيدات سوريات. خلينا نحكي مثل ما قلتي تم يمكن اختيار اللي تاهلوا سته كمستشارات. هي الخطوه قديش بتضيف لكم على الصعيد الشخصي ونوعا ما كمان تعطيكم تحفيز او تحدي للاستمرار بشكل اقوى؟ يعني نحن حققنا الهدف الاساسي من هي المشاركه، فهون في مسؤوليه كبيره بتكون عليكم. نحن هلا بالانتظار، ما بعرف يعني لحتى نشوف الخطوه التاليه. يعني تم بخلال المناظره النهائيه تم الإعلان عن الست مشتركات أنه هن خبيرات أو مستشارات بقضايا الجندر أو قضايا المرأة، بانتظار الخطوة التالية. يعني كلياتنا كنا عم نسأل يعني هلأ شو بصير، يعني مثلا في شغل معين ولا بس هو هيك لقب فخري يعني وأخذناه قدام العالم ما نحطه بالسي في. طبعا كلياتنا حابين أنه يكون في شغل، يعني ما بس أنه يكون فكرة أنه هو لقب يعني ومبروك والناس ماركونا، لا أنه نحن بدنا أكثر، بدنا فعلا يكون لنا دور. هلأ على هوا ما فهمنا أنه تمثيل صحيح إن شاء الله. تمثيل صحيح، تمثيل حقيقي، يعني مثل ما كانوا الفريق اللي ربح عم يقولوا بدنا مو بس وصول ومشاركة. بانتظار أنه على هوا ما فهمنا أنه رح نندعى لاجتماعات لما يكون في نقاش لموضوع له علاقة بالتنمية الإدارية طبعا، لانه هي وزاره التنميه الاداريه، وشيء بخص المراه او قضايا المراه او قضايا الجندر او جندره اللغه او القوانين، يعني لسه ما بنعرف بالضبط شو الاحتمالات، وان شاء الله يعني يكون في شغل كثير حلو لقدام ونسلط الضوء اكثر على قضايا المراه بهذا المجال. يارا، من خلال جمعيتكم هلا هالمشاركه شاركتوا فيها، في شيء جديد كمان رح تشاركوا فيه او عم تحضروا له؟ هلأ نحن بجمعية نور طبعاً إنا حوالي سنتين بنشتغل بشكل عام مشروع للمرأة مثل ما قلت لكم، ومراكز أكيد بمجالات تانية مع الأطفال واليافعين ومجال الإغاثة. إن شاء الله عم نفكر إنه نعمل حدث كبير له علاقة بالمرأة بيوم المرأة العالمي 8 آذار. لسه لهلأ ما استقرينا على الفكرة، بس كمان هي رح تكون فكرة جامعة، يعني ما رح تكون خاصة بس بالجمعية، رح تجمع أكثر من جمعية وجهة وسيدات بشكل عام، وممكن يكون في يعني نساء ورجال، لأنه نحن بالجمعية توجهنا إنه النشاطات اللي لها علاقة بالمرأة لازم تكون مشتركة، يعني ما لازم تكون بس للنساء. أكيد، لأنه هو إذا كان هو أكيد تمام بالعمل تمام لحتى يتحقق الهدف الرئيسي. نحن نشكرك كثير لوجودك معنا اليوم، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير. شكرا لك يارا توما على وجودك معنا، ونتمنى التوفيق كمان لجميع الصبايا اللي كانوا مشاركين معكم بالمسابقة. شكرا كثير لك. شكرا لكم.